اليوم احنا في واحد السياق يمتاز بواحد النوع من الاحتقان، ماشي فقط في الميدان ديال التعليمي وانما في جميع الميادين الاجتماعيه. التضخم وصل لواحد المستوى قياسي، الغلاء في الاسعار، وفي نفس الوقت حكومة غادية في اتجاه المقاولاتي اللي كتعامل مع الشعب فقط كبنية استهلاكية اللي كتحاول ما أمكن أنها تركعوا. فالصراع اليوم هو صراع طبقي، صراع بين ناس كيمتلكوا كل شيء وناس ما بقى قدامهم حتى شي حاجة على الأكثر من غير أنهم يناضلوا من أجل الحقوق ديالهم. فيما يخص السياق داخل ما هو تعليمي، فاليوم حنا كنجوم بعد واحد سلسلة ديال الحوارات اللي أبدت فيها تقريبا جميع النقابات حسن النية ديالها من أجل إخراج واحد نظام أساسي يكون عادل ومنصف لجميع الفئات، ولكن للأسف اكتشفنا في نهاية الأمر بأن هذه الحوارات كانت حوارات زائفة ومغشوشة، كانت كتحاول من خلالها الحكومة والوزارة المسؤولة على القطاع التعليمي أنها تربح الوقت باش في نهاية الأمر تفرض على بعض النقابات أنهم يوقعوا معها على واحد نظام أساسي غادي يكون تخريبي لجميع الفئات وما غاديش يحقق لنا الأهداف ديالنا. لذلك احنا من بعد ما استنفدنا جميع المحاولات ديال إقناع الوزارة بحل المشاكل ديال جميع الفئات، كنخرجوا اليوم باش نحتجوا نقولوا بأننا ما فقدناش كل شيء، لا زال أمامنا النضال، وأننا خصنا نحاولوا ما أمكن نتازعوا مع هذه الحكومة ومع هذه الوزارة التي لا تريد ولا تبدي أي اهتمام للأساتذة والأستاذات والشغلة التعليمية كاملة، في حين أنها كتحل جميع المشاكل مع الفئات الأخرى، مع المحامين ومع الأطباء ومع الأساتذة الجامعيين، وكتبرر أنها عدم قدرتها على حل هذه المشاكل بأنها مالية غادي تكون ما عندهاش من تجيب الغلاف المالي اللي ممكن يحل المشاكل ديال هذه الفئات، خصوصا الى عرفنا بانه راه المشاكل ديال جميع هذه الفئات راه ما كتجاوز تقريبا واحد 4 المليار ديال الدرهم اللي ممكن تحل بها جميع هذه المشاكل. احنا كنلاحظوا بان هناك واحد الطريقه ديال التعامل مع رجال ونساء التعليم تختلف عن القطاعات الاخرى. ففي الحوار ديال الوزاره كتعتبر باننا احنا واحد القطاع اللي فيه عدد كبير من الشغله، عدد كبير من الاساتذه والاستاذات والاطور كامله، وبالتالي ما يمكنلاش تحقق لنا اهداف، في حين انها تسارع الى تحقيق اهداف ديال الفئات اللي كتعتبر العدد ديالها صغير. نعم احنا العدد ديالنا كبير، ولكن هذا العدد الكبير خصنا نستغلوه لصالحنا، العدد الكبير بانه كيسمح لنا اننا نناضلوا بشكل جماعي، اننا ندير واحد الوحده نضاليه. أكيد الوزارة النقابات الخمس في آخر اجتماع ديالها خرجت بواحد البلاغ كتعطي مهلة ديال أسبوع الوزارة، كنتمناو أن الوزارة تحقق المطالب ديال الفئات جميعا دون استثناء وتنصف جميع المتضررين، وإلا فراس الشغلة التعليمية خصها تنتفض ضد هذه الوزارة وضد هذه الحكومة وتنخرط في واحد النضال دائم يحقق لها جميع المطالب ان شاء الله. احنا اليوم في وقفه امام مديريه الاقليميه لزكريات ملول من اجل تنفيذ ما جاء في البيان الوطني للنقابه ديال التوجه الديمقراطي الجامعه الوطنيه للتعليم، وذلك من اجل تحقيق المطالب العالقه للشغيله التعليميه، وكذلك من اجل النداء من اجل وحده نضاليه للشغيله التعليميه، لان اليوم يتصادف كذلك ان مجموعه من التنسيقيات دعت الى الاضراب لمده 3 ايام، بينما نحن كذلك تاكيدا على هذا الخط فاننا ندعو الى يومي احتجاج وغدا مسيره وطنيه بالرباط من اجل تنفيذ جميع الامور او جميع المطالب العالقه، ومن اجل التاكيد على اساس واحد هو ان يجب ان يكون هناك ملف مطلبي جماعي موحد لتحقيق جميع المطالب ديال الشغيله التعليميه وكذلك الوظيفه العموميه بشكل عام. تحيه.